الراجل قال ان هو مش جاي يعمل ثوره تصحيح للكوره في مصر، مش التصريح عايز ده كان يعمل. موفق ولا لا من حيث الراي ومن حيث وجهه النظر بتاعته؟ النهارده في الوقت ده، في الاربع ايام دول، من النهارده لغايه الماتش الثاني بتاع ليبيا، ولا حتى تصفيات كاس العالم، بالمنطق لا طبعا دي مش ثوره. انت عايز تعمل ثوره، قول لي بقى. انت الراجل ده قاعد لغايه كاس العالم 26، مش 26 برضو، 26. هو عنده خطه 4 سنين هيشتغل فيها، بقى يعمل بقى شغل يعني متكامل يعني. انما طبعا ليبيا لو ما عداش هيمشي، يعني هيبقى في ثوره عليه يعني. هتبقى مشكله كبيره جدا. ايوه طيب طبعا طيب دي الحقيقه، بس ده مش ده الصح يعني، لكن دي الحقيقه. عشان كده اللي جابه واللي كان لازم يبقى فيه خطاب للراي العام، عشان اللي انت ربطته دلوقتي بان هو يوصلنا كاس العالم. انا بقى شخصيا مش بربطه بان هو يوصلنا كاس العالم. انا بربطه اذا كان هيقعد يعني انه يروح كاس العالم ويلعب كوره. ما بقولش يكسب كاس العالم، بس يلعب كوره، بس يلعب كوره، ما يروحش يغمي وشه لفرقتنا تغمي وشها وعماله تاخد بنيات وبندافع وشكلنا وحش يعني. وعشان كده احنا لما لعبنا في 90، عشان كده كاس العالم اللي فات المغرب كانت ممتعه رغم ان ما كسبتش. لا لا، والجزائر في 82 لا لا لا، والكاميرون كان لازم توصل سيمي فاينل وفاينل سنه 90 يعني. شويه جرأة بقى كده بالامكانيات، وفقا للامكانيات حاجه مبهره يعني. ونيجيريا والسنغال وتونس والمغرب لا بيلعبوا كوره. وغانا، انا قلت كم فرقه من افريقيا كتير، مش من اوروبا، دول كلهم من افريقيا صحيح.